مساكم الله بالخير. اليوم السبت، موضوعنا كالعادة سياسي كل سبت. أعتقد أن الوضع المحلي الكويتي أصبح بحاجة للتوضيح لمحيطنا حتى لا يتشكل رأي عام عربي يشوه شكل وسمعة الكويت كما حدث في بعض القضايا. مثلا كل مكان أذهب ويحدث مع أغلب الكويتيين هذا الأمر، يتم طرح بعض القضايا بشكل مشوه ولا يمت للحقيقة بصلة، مثل قضية البدون وغيرها. هذا طبعا بسبب عدم وجود إعلام رسمي. الإعلام الرسمي في الكويت ميت تماما، ويكتفي فقط بنقل التصريحات الرسمية والاجتماعات الرسمية فقط، دون أي تأثير على الرأي العام بتاتا. تأثيره على الرأي العام صفر، معدوم، ولا يكاد يكون معدوم، وإنما معدوم تماما. فهو كالمستسلم، لا يتحرك بهذا الاتجاه أبدا، وليس له أي محاولات بهذا الاتجاه، لأن أي محاولة يحاول أن يتخذها بهذا الاتجاه يتم وأدها من قبل المعارضة أو مجلس الأمة عموما. طرف الآخر أو ثلاث أطراف يفترض أن يتم تلقي منها المعلومات والإعلام، اللي هو الإعلام الرسمي والإعلام غير الرسمي، الإعلام التقليدي اللي هو وسائل الإعلام الخاصة والصحف. هذه طبعا ليس لها علاقة مع السلطة أو الحكومة، لا من قريب ولا من بعيد، فهي تتصرف وفق مصالحها الخاصة أو وفق مرئياتها اللي قد لا تتفق مع مرئيات الحكومة أو السلطة. بقي الطرف الثالث اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، اللي وجد الشعب ضالته بها، وكذلك وجد يعني كل من يبحث على الأخبار أو حتى لا يبحث على الأخبار، الأخبار تمر عليه يمكن صدفة، يمكن بقصد، يمكن بغير قصد، من قبل وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي فيها ثلاث أطراف، فيها حسابات إخبارية وحسابات شخصية وحسابات وهمية. كل الأطراف الثلاثة يعني بعضهم أو الكثير منهم يتحرك أيضا وفق مصالح الشخصية أو وفق من يدفع أكثر، بالذات حسابات الوهمية والهاربين والمرتزقة اللي في الخارج، اللي تلقى يهاجم السلطة تارة ويدافع عن بعض اللي في السلطة تارة وهكذا. فهؤلاء هم المتحكمون بالرأي العام للأسف محليا وفي المنطقة، هم اللي يوجهون أو هم اللي يحاولون أو يأثرون على تشكيل رأي عام أو صورة عن الكويت، وهي صورة طبعا غير صحيحة. من يحرك هؤلاء هو من يتحكم بالرأي العام، وقد صرح بذلك أحد أفراد المعارضة عندما قال أن من يمتلك الرأي العام يمتلك القرار. وفي الحقيقة أن أيضا تكملة هذه العبارة أن من يمتلك الإعلام يمتلك الرأي العام، ومن يمتلك الرأي العام يمتلك القرار أو يؤثر على القرار يعني بشكل يكاد أن يكون يملك. وهذا ما حصل بالكويت فعلا، حيث أن صراع يقوده بكل صراحة وبكل أسف، وأنا لست طرفا في هذا الصراع ولست ضد هؤلاء الأفراد بأي شكل من الأشكال، أنا مع المصلحة العامة ومع سيادة القانون، تطبيق القانون، وذكرنا ذلك عندما كانت السلطة تحت قيادة الأمير راحل الشيخ صباح الأحمد، وأكدت ذلك أيضا لما كانت السلطة تحت قيادة الأمير راحل أيضا الشيخ نواف الأحمد، وأؤكدها مجددا أيضا الآن والسلطة تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الحالي الشيخ مشعل الأحمد. لما يبعد الشيخ أحمد الفهد عن السلطة تصبح السلطة سيئة، أو تصبح هذه الحكومة سيئة جدا مهما فعلت ومهما كانت نظيفة، بدليل ما حصل مع حكومة الشيخ صباح الخالد، والعكس تماما. إذا أدخل الشيخ أحمد الفهد إلى السلطة يتحرك الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل يخدم الشيخ أحمد الفهد وكل حلفاء الشيخ أحمد الفهد في المجلس أو في الحكومة، فيصبح كل شيء جميل وكل شيء نظيف وفي نظر الرأي العام وفي نظر الشارع، لدرجة أن صعد رئيس الوزراء في استجواب مستحق رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد نواف، ولم يجب على معظم الأسئلة اللي طرحها المستجوب، وكل ما سأل المستجوب سؤال قال أنت تكرهني، أنت تبي راسي، في استجواب كل الكويتيين شاهدوه، كلهم شاهد موقف مجلس الأمة من هذا الاستجواب. الاستجواب مستحق، الأسئلة مستحقة، لم يجب على أي منها رئيس الوزراء، مع ذلك لم يصوت أحد ضد رئيس الوزراء سوى نائبين اثنين، المستجوب ونائب آخر أصلا عنده مشكلة مع الحكومة لأنه قدم استجواب وما حد وقف معه. لم
يقف أحد ضد رئيس الوزراء، بعضهم إما تابعين يعني بشكل أو بآخر للشيخ أحمد الفهد وأقولها بصراحة، والبعض الآخر يخاف من الإعلام اللي يتحكم فيه مجموعة الشيخ أحمد الفهد والمقربين منه، وهذا كله شايفينه على أرض الواقع. والدليل على ذلك أن لما صارت مشكلة في وزارة الدفاع اللي كانت وزيرها الشيخ أحمد الفهد، تم تحريك وسائل التواصل الاجتماعي وتم تسريب التحقيقات بشكل فوري، التحقيقات اللي كانت لم تكتمل حتى تم تسريبها لوسائل التواصل الاجتماعي ولبعض المرتزقة خارج الكويت، وأصبحوا يهاجمون يعني يهاجمون أي طرف يتحدث عن وجود مشكلة في يعني في الوزارة أو في هذا التحقيق اللي أثيرت حول العديد من الشبهات والأسباب. وتبين لاحقا أن أسباب تحركات الشيخ أحمد الفهد لم تكن هي محاربة الفساد، وإنما بكل صراحة وأقولها بكل أسف كان دافعها الانتقام، الانتقام من الشيخ خالد جراح الذي هو أصلا في السجن، والانتقام وكل من عمل معه أثناء توليه وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. وأنا لا أقول هذا دفاعا عنه أو هجوما ضد الأمور، يعني موجودة في القضاء، بعض القضايا حسمت وبعض القضايا لا تزال منظورة في القضاء، ولكن أؤكد على أن هذا الأمر تم بدافع الانتقام، ولم أكن أتوقع ذلك إلا بعدما رأيت البلاغ الذي تقدم به الشيخ أحمد الفهد في آخر أيام توليه الوزارة، واللي وضع فيه أسماء ليس لها صلة بالبلاغ، وإنما يعلم أن هذه الأسماء هي أسماء قريبة من الوزير المذكور الشيخ خالد جراح، بدافع وهذا بين أن الأمور تمت بدافع الانتقام. قدم بلاغ على سيارات ادعى أنها مفقودة وأن تم شرائها عبر حسابات سرية، الحسابات السرية هذه ليست سرية يعني لا أحد يطلع عليها، وإنما هي حسابات يعني لا تدرج في الميزانية العامة وليست من المال العام، وإنما من مال الجيش الخاص. تم شراء فيها سيارتين، السيارتين على أساس أن يتم استخدامهم للحدود الشمالية، سيارات مراقبة ومثل مركز عمليات مصغر. السيارتين موجودين لما انتقل الوزير من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، نقلهم معاه وموجودين في أحد أجهزة وزارة الداخلية، ولم يتم تحريكهم من ذلك يوم. الوزير ادعى أنها مفقودة وأنها أجهزة تجسس، وأنه سنحقق بمن تجسس تم التجسس على عبر هذه الأجهزة، وهذه الأجهزة مثل ما قلنا ليست تجسس ولم تستخدم ولم يتجسس بها على أحد، والأجهزة ليست مفقودة وموجودة في وزارة الداخلية، وتستطيع الحسابات هذه تستطيع شراء أي شيء لصالح الدولة ولصالح حتى لو جهاز آخر غير وزارة الدفاع لمصلحة الدولة. والفواتير موجودة، وأيضا تم ابتعاث وزراء ضباط للتدرب على هذه الأجهزة، والضباط موجودين، ويعني الصفقة رسمية ولصالح البلاد وليست لصالح يعني أشخاص بعينهم. فهذا بين البلاغ والأسماء اللي أدرجت فيه والأسماء التي أرفقت مع البلاغ، واللي ذكر الوزير وفق البلاغ أن هؤلاء ليسوا على صلة بالصفقة، وإنما يعني أنصح باستجوابهم لأنهم مقربين من الوزير السابق وقد يكونوا على اطلاع أو على علم بالمعلومات حول هذا الأمر. هذا بيّن أن الأمور تتم يعني وفق بدافع الانتقام وليس بدافع الإصلاح أو تقديم بلاغات، لأن المشاكل كثيرة، يعني لم يتم البحث إلا في ملفات هذا الوزير فقط. عموما المشكلة مثل ما ذكرنا تكمن وتتلخص في وجود الشيخ أحمد الفهد. إذا دخل الشيخ أحمد الفهد في الحكومة فهذه أفضل حكومة وأحسن حكومة، حتى لو ما حلت أي مشكلة مشاكل بلد عطوها مجال عطوها فرصة. الحكومة اللي قبلها لا تعطونها مجال ولا تعطونها فرصة، ليش ما صلحت الشوارع، ليش ما صلحت دروازة عبد الرزاق، ليش هذا نفق ترى صغير صار له 5 سنوات متصدع لم يتم تصليحه حتى يومنا هذا. حاولت حكومات إصلاحه، ما أدري شو المشكلة، هل هناك من يعرقل، الله أعلم. هذه دروازة عبد الرزاق مثال على العجز الحكومي أو عجز التحرك الحكومي، وكذلك حفر الشوارع. وأنا دخلتكم في حفر الشوارع وأمور تفاصيل بسيطة لأبين أو أعكس لكم الواقع الحال في الكويت. كل شيء سيء في نظر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية والحسابات الإخبارية وبعض المتأثرين بهذا الخطاب. وإذا حصل العكس اللي المتأثرين بهذا الخطاب، يعني إذا حصل العكس يعني تولى الشيخ أحمد الفهد منصب وزاري، المتأثرين بهذا الخطاب يا ويلة إذا تكلم. أنت صح كنت تكلم أمس عن حفر الشوارع، اليوم لا تتكلم عن حفر الشوارع، اليوم يتم الهجوم عليك.
اليوم أنت تعرقل عمل الحكومة، اليوم أفضل حكومة في تاريخ البلاد، اليوم هذه الحكومة عطها فرصة لتنجز، خذت لها سنة ونص لم تنجز حتى حفر الشوارع، بعدها أتت وزيرة شابة بدأت بعد أسبوعين بإصلاح حفر الشوارع، يعني هذا مثال أعطيكم الكل شايفة، وجعلت قسم الصيانة في وزارة الأشغال يأتي بآليات ويصلح حفر الشوارع، وأي واحد شايف له حفرة يقدم بلاغ عبره تطبيق إلكتروني ويبلغنا عن الحفرة هذه وتم إصلاحها فورا. بكل بساطة تم تصليح هذه الأمور ولم يصفق لهذه الوزيرة، بينما كان يصفق لحكومة لم تصلح هذه الشوارع. هذه مشكلتنا باختصار، صراع الشيخ أحمد الفهد، إذا لم يدخل السلطة أصبح كل شيء سيء عبر أدوات نشوفها إحنا كلنا، التحرك ضد السلطة. وأول ما تم تولي دكتور محمد صباح السالم قام بتهديده أحد هذه الأدوات القذرة المقيم في الخارج والهارب بسبب قضايا، وتم العفو عنه من قبل الحكومة اللي كان فيها الشيخ أحمد الفهد، مع أن عليه قضايا يعني ضد دول شقيقة وصديقة بشكل أحرج الكويت. وكذلك تم الإفراج عن إرهابيين من خلية العبدلي وإرهابيين من خلايا إرهابية أخرى تبع تنظيم القاعدة وغيره لكسب الطرفين، الطرف السني والشيعي باعتقادهم، وكسبهم لصالح يعني الأطراف اللي دفعت بهذا العفو اللي استنكره وأدانه أمير بلاد الحالي الشيخ مشعل أحمد. الشيخ مشعل أحمد رجل إصلاحي منذ أن كان بالحرس الوطني، وأيضا أثناء توليه ولاية العهد وحتى الآن، ويحاول إصلاح الأمور، ويتم عرقلة هذه الإصلاحات وعرقلة الرجال اللي يحطهم في المناصب بسبب عدم دخول شيخ أحمد الفهد. مثل ما قلنا هدد أحد هذه الأدوات دكتور محمد صباح السالم سمو رئيس الوزراء بأنه إذا لم يدخل الشيخ أحمد الفهد ترى ما راح تقدر تشتغل وما راح تقدر تتعامل مع مجلس الأمة، وتهديد مبطن كلنا شهدناه وكلنا رأيناه من قبل هذا الشخص اللي أساء لدول الجوار. من الواضح أنه أداة موجهة، كل كلامه كان تلميع للشيخ أحمد الفهد وأدواته، وهجوم ضد أي شخص ضد الشيخ أحمد الفهد. طبعا هذا تم بتحول في مرحلة من المراحل، لأن هذا الشخص كان يعني ولا يزال في لندن وعمل العديد من الأطراف يعني بشكل واضح بأنه مقابل مادي، والأخبار تدور أنه يبتز ويطلب مقابل مادي. المهم أن هذه الأدوات اللي تستخدم في الهجوم على الحكومة، وأي حكومة ليس فيها الشيخ أحمد الفهد يتم الهجوم عليها بهذا الشكل ويتم تهديدها وابتزازها. باختصار هذه هي الصورة في الكويت. المجلس اللي دعمه الشيخ أحمد الفهد أثناء الانتخابات ودعمه أيضا طبعا إعلاميا وربما غير إعلاميا، ودعمه أثناء أيضا توليه فتح الخدمات للنواب التابعين له والمتحالفين معاه، ويعني بشكل تجاوز يعني الكفاءات وتجاوز المستحقين للمناصب، وأصبح يعين يعني وفق الولاءات هو وحكومة الشيخ أحمد نواف مسؤولين عن ذلك. وقد ذكر ذلك أمير بلاد الشيخ مشعل أحمد أمام ملأ في خطابه، وقال أن هذا المجلس وهذه الحكومة تواطؤوا وتعاونوا بالإضرار على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وذكر أن المناصب الباراشوتية هي اللي اضطرته أن يوقف التعيين والنقل في الدولة بسبب العبث اللي حصل بهذا الملف. مثل ما قلنا كانت هذه الحكومة الشيخ أحمد نواف والشيخ أحمد الفهد يكسبون الولاءات عبر هذه الأمور، فبشكل دمر بلد ودمر الكفاءات، مما استدعى تدخل أمير بلاد الشيخ مشعل أحمد ووقف هذا العبث. فالشيخ مشعل أحمد انتقد الحكومة والمجلس وأزال الحكومة وغيرها بشكل كلي تقريبا. بقى المجلس عرف أن سيأتيه الدور، وإذا ما استمر على نهجه السابق يعني كان المجلس متردد، ومثل ما شفنا صارت ردود أفعال على هذه الكلمة كلمة الشيخ مشعل، وأصدروا بيان على استحياء لم يكن موقعا هذا البيان من قبل النواب، ونزلوا بحساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي بيان فيه لهجة تحدي ولهجة رد على أمير بلاد أبو السلطات ووالد الجميع.
الكل يعلم من النواب أن في قبول كبير لدى الشارع لتوجه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل، فرح كبير وتفاؤل بعد خطابه في مجلس أمة وأمام الملأ وأمام الجميع، وإدانته واستنكاره لتوجه المجلس، توجه السيء هو والحكومة. فبالتالي كلهم عارفين أن إذا لم يسيروا وفق هذا الاتجاه سيتم حل المجلس، لأن الأمير انتقد المجلس أمام الجميع. فبالتالي فمو عارفين شلون يخرجون من هذه المسألة. وهناك من حاول عرقلة رئيس الوزراء، وشفنا تهديدات النواب وتحركاتهم. بالمناسبة لما حصلت نفس الأحداث أو اتهامات، خلينا نقول تجاه وزير الدفاع الحالي، وزير الداخلية والدفاع الحالي، لم يتم مع اللي أنا أختلف مع أسلوبه وأتفق مع حزمه ومع إصلاحاته، ولكن أختلف مع أسلوبه ويعني طريقة تخاطبه مع العسكريين وتعامل مع العسكريين. وإنما بكل أمانة لما صارت لمشكلة مع عسكريين لم يتم تسريب هذه المشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم الهجوم على هؤلاء العسكريين، مما يعني أنه يعمل كرجل دولة وليس يعني شخص معه جوقة من الطبار والبلطجية يعملون لصالحه في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو الوضع باختصار. والقشة التي قاصمت ظهر البعير هي كلمة النائب عبد الكريم كندري السيئة تجاه أمير البلاد، والذي زاد الطين بلة هو عدم موافقة المجلس على شطب هذا الكلام من مضبطة المجلس، على شطب هذه الإساءات والتطاول يعني السيء تجاه المقام السامي وسمو أمير بلاد كما جاء في مرسوم الحل. هذا هو باختصار المشهد العام في الكويت، هو وسبب حل مجلس الأمة وسبب كل الصراعات اللي تشوفونها يعني في الكويت. هذا هو سببها، وهذه هي طريقة سير الأمور في الكويت. باختصار، إذا دخل الشيخ أحمد الفهد الوزارة فهي أفضل وزارة، وإذا خرج فهي أسوأ وزارة وأفسد وزارة، مهما أصلحت ومهما فعلت ومهما يعني طبقت القانون ستبقى مخالفة للقانون في نظر البعض. بعض التابعين للشيخ أحمد الفهد وبعض يعني من يتبعون مصالحهم اللي حققها لهم الشيخ أحمد فهد، الذي لست ضده شخصيا ولست مع خصومة، وإنما أنا مع تطبيق القانون وسيادة القانون مع ولي الأمر وما يقوله حاكمنا وأميرنا وقائد سفينتنا.